السلام عليكم. إسرائيل نفذت عملية اغتيال خطيرة طالت أحد أبرز وأهم القيادات في حزب الله اللبناني ظهر هذا اليوم. العديد من المصادر تحدثت عن تفاصيل ما جرى، مثل وكالة رويترز، الأسوشيتد بريس والمرصد السوري لحقوق الإنسان. والشخص الذي قامت إسرائيل باغتياله هنا هو ياسر قرنبوش، ويطلقون عليه أيضا أبو الفضل قرنبوش والملقب بدرع الأمين، وذلك بسبب أنه كان سابقا أحد أهم المرافقين والحمايات الشخصية للأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله. وكانت هذه هي اللحظات الأولى لاستهداف إسرائيل لهذا الرجل. هو كان بسيارته في سوريا، هو ومرافق له من حزب الله اللبناني، لم تعرف جنسيته حتى هذه اللحظة، ما إذا كان سوريا أو لبنانيا، مع سائق هذه السيارة بكل تأكيد الذي لم يعرف مصيره حتى هذه اللحظة. ولكن عندما ترى طبيعة ما جرى لهذه السيارة واضح جدا بأن لم يكن هنالك أي شخص قد نجا من هذه الضربة الإسرائيلية الخطيرة. هذه المنطقة مثيرة للاهتمام بسبب طبيعتها الأمنية، وأيضا توضح طبيعة الاختراق الإسرائيلي الكبير الذي أدى إلى هذه العملية. وبالتالي إذا ما حاولنا أن نحدد هذا الموقع بسرعة ترى بأننا أمام طريق ذهاب وإياب. هنا الطريق ينعطف في النهاية بهذا الشكل، ترى بأن هنالك أشجارا على الجانبين، وأيضا في نفس الوقت نرى هذا المبنى المهم والمميز، وهو أولى العلامات التي سنستدل من خلالها على طبيعة هذا الموقع. ترى بأننا أمام مبنيين منفصلين بهذا الشكل، أو مرتبطين في حقيقة الأمر، ولكنهم لا يأتون على خط واحد أو على شكل واحد. وهنا ترى أيضا في نفس الوقت هذه النقطة المرتفعة للجبل الواضح، وبالتالي نحن أمام علامات مميزة. وكذلك أيضا ترى بأن هنالك في صورة واضحة أخرى بالقرب من هذه السيارة التي استهدفت، بأننا أمام عمود باللون الأسود هو الذي سيمكننا من معرفة هذه النقطة بالضبط التي استهدفت. بالتالي إذا ما ذهبنا بسرعة إلى القمر الصناعي، الاستهداف كما تحدثنا جاء في سوريا إلى غرب العاصمة السورية دمشق، بين سوريا وبين لبنان بهذا الاتجاه تحديدا، بين منطقة السبورة وكذلك يعفور على هذا الطريق تحديدا. وإذا ما حاولنا البحث على هذا المبنى الذي رأيناه عند المرتفع سترى بأنه يتطابق مع هذا المبنى هنا. لنأخذ صورة واضحة للقمر الصناعي لكي نتأكد من طبيعة هذه النقطة. ترى من هذه الصورة بأنه متطابق فعلا، ومع مقارنة هذا المبنى مع طبيعة المرتفع أو الجبل الحاضر ترى بأن كل شيء متطابقا، وهذا يأتي عند الحدود اللبنانية بالانسحاب قليلا هنا على هذا الطريق. سنجد أيضا العمود الأسود هنا كما ترون، وبالتالي أصبحنا قريبين للغاية من طبيعة هذه المنطقة، وهي منطقة يطلق عليها جديدة يابوس، هي التي تم فيها عملية الاستهداف. ترى هنا الطريق ذهاب وإياب، العمود الأسود، الأشجار كذلك، وأيضا ترى الطريق ينعطف هنا وهنا كما تحدثنا، المبنى الكبير الظاهر مع هذا الجبل والنقطة المرتفعة، وهو الذي يوضح بالضبط بأن هذا الرجل كان ذاهبا من سوريا باتجاه من سوريا طبعا من دمشق إلى بيروت، إلى تحديدا إلى لبنان بهذا الشكل، بهذا الطريق وبهذا الخط، وجاءت بعد ذلك الطائرة المسيرة الإسرائيلية لتحقق هذا الاستهداف. ما هو مثير بهذه المسألة بأن هذه المنطقة التي نتحدث عنها هي تحت سيطرة الحرس الجمهوري السوري وكذلك الفرقة الرابعة السورية، وهو كان قد تعدى نقطة أمنية تابعة للفرقة الرابعة وبعدها تمت عملية اغتياله، وهذا يوضح طبيعة الاختراق الكبير للجانب الإسرائيلي في نقطة أمنية من المفترض، ووصفتها العديد من الأوساط السورية بأنها منطقة مغلقة، وبالتالي من المفترض أن تكون آمنة نوعا ما من ناحية المعلومات وغيرها، ولكن جرى الاستهداف بالطريقة التي نتحدث عنها. هذا الرجل ليس رجلا عاديا، هو ليس فقط مرافقا سابقا للأمين العام لحزب الله اللبناني، لا أبدا، بل إن المصادر كلها أكدت السورية منها وحتى الغربية والإسرائيلية بأن هذا الرجل هو مسؤول أو معاون مسؤول وحدة نقل الأفراد والأسلحة من سوريا إلى حزب الله اللبناني لتعزيز قدراته على مستوى السلاح. كذلك أن فيليب
سميث أحد أهم الشخصيات المهمة والمختصة بالفصائل المسلحة المقربة من إيران في الشرق الأوسط، قال ببساطة إن هذا الرجل مقرب من الإيرانيين، وكذلك إنه شهد في العراق أيضا مؤخرا. لا بل إن القناة الرابعة عشر العبرية قالت بأن هذا الرجل هو أحد القياديين في المنظومات الدفاعية الجوية الخاصة بحزب الله اللبناني، وهذه مسألة مثيرة للغاية. هو هذا الأمر يشير أساسا إلى أن هذا الرجل يعمل أيضا على نقل الأسلحة المرتبطة بالمضادات الجوية أو الدفاعات الجوية الخاصة بحزب الله، وهذه مسألة دقيقة وخطيرة للغاية. بالتالي إسرائيل عندما تختال مثل هذه الشخصية المهمة يوضح لك عدد من الأمور، واحدة منها بأنها تريد إيقاف هذه الإمدادات بالأسلحة قدر الإمكان. وما هو مثير للانتباه هنا بأن اغتيال هذا الرجل جاء تقريبا بعد 48 ساعة فقط من عملية اغتيال ميثم العطار إلى شمال بعلبك تحديدا في شعث، قامت إسرائيل باغتياله وقالت بأن هذا الشخص أحد أهم القيادات في وحدة الدفاعات الجوية الخاصة بحزب الله اللبناني، وهو لعب أدوارا مهمة في تطوير قدرات الدفاع الجوية الخاصة بحزب الله، ويذهب ويتردد على إيران، واكتسب الكثير من الخبرة والمعلومات حول عملية تطوير هذه المنظومة المهمة للغاية. وكذلك أن إسرائيل سبق وأن رأينا في الأسابيع القليلة الماضية تستهدف أي شحنة سلاح مرتبطة بأنظمة الدفاع الجوية بشكل مباشر من هذه الأنظمة أو الشحنات التي تأتي من العراق إلى سوريا إلى لبنان، أو من طائرة من إيران إلى سوريا وبعد ذلك تتجه إلى لبنان. دائما وأبدا إسرائيل تستهدف هذه الشحنات بشكل كبير، تركيز كبير من إسرائيل على ضرب كل شيء من قيادات، من منظومات، من شحنات من الممكن أن تصل إلى سوريا أو تأتي من سوريا إلى لبنان. يوضح لك بأن إسرائيل هنا تريد أن تبقي على سيطرتها الجوية وهيمنتها الجوية على حزب الله اللبناني في حالة أنها اتخذت القرار بعملية الهجوم برا على الجنوب اللبناني. هي نفس الطريقة التي قامت بها إسرائيل في العديد من المعارك والحوادث والأحداث التي رأيناها سابقا مثل عام 1967 وغيرها، دائما تبقي السيطرة الجوية لصالحها، ولا تريد من خلال هذه الاستهدافات بأن يكون لحزب الله أي طريق في عملية التصدي وأن تكون هنالك أي عوائق للطيران الإسرائيلي من أجل أن يبقى وأن تبقى إسرائيل في نقطة فائدة ونقطة حقيقة مهمة كبيرة جدا بالنسبة لها أن تبدأ جوا وبعدها تتقدم برا. واحدة من أهم الأدلة أيضا على هذه المسألة هو ما جرى في الساعة الأولى من صباح هذا اليوم، كانت هنالك ضربة قبل اغتيال هذا الرجل من قبل طائرة إسرائيلية أيضا ظهرت فجأة فوق البحر المتوسط، لم تتمكن الرادارات الخاصة بالجيش العربي السوري من ضبطها، وقامت باستهداف خطير ما بين منطقة بانياس وكذلك اللاذقية، وهذه المنطقة التي استهدف هي باتجاه جبلة. وقالت المصادر مثل المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الاستهداف كان قد طال مبنيين، واحدة من هذه المباني هي تابعة لوحدة الدفاع الجوية الخاصة بالجيش العربي السوري، وهنالك تردد لعناصر الحرس الثوري الإيراني على هذه المباني، وكانت هي أهدافا بالنسبة لإسرائيل بصاروخين استهدفت هذه المنطقة بنجاح. ولكن بعد ذلك جاءت وكالة عين الفرات لتتحدث بأن الهدف هو كان منظومة دفاع جوية تابعة للحرس الثوري الإيراني هي التي ضربت من قبل هذه الطائرة الإسرائيلية، وهو الذي أدى إلى انفجار كبير، أدى إلى دمار كبير في هذه المباني التي ذكرها المرصد السوري لحقوق الإنسان. لا بل ذكر أيضا في نفس الوقت بأن واحدة من الأهداف كانت شحنة للأسلحة قادمة من البحر إلى سوريا والفصائل في سوريا أو حزب الله الموجود في سوريا، وكان من المفترض أن تنقل لصالح حزب الله اللبناني، وجاءت إسرائيل لتقوم بهذا الاستهداف. ونلاحظ كانت هنالك صور أيضا لطبيعة هذا الاستهداف، هذه هي لقطات ليست واضحة ولكنها من الاستهداف الذي طال شمال بانياس كما نلاحظ هنا، وهذه صورة أخرى لطبيعة الانفجار يوضح لك أن الانفجار ليس عاديا، وكذلك النقطة التي استهدفت هي ليست بالنقطة العادية وتم ضربها بهذه الطريقة. والمثير للانتباه أيضا أن الاستهداف جاء بعد وصول سفينة
سفينة إيرانية معروفة بشحنها للأسلحة من إيران إلى سوريا، وهي دايزي، وصلت إلى اللاذقية في الساعة 5:30 من مساء يوم أمس كما تلاحظون، بعدها بساعات في الساعة الأولى من صباح هذا اليوم في 12:20 تماما بتوقيت سوريا تمكنت إسرائيل من تحقيق هذا الاستهداف. كذلك تمت ملاحظة أن هنالك سفينة إيرانية أخرى في البحر المتوسط متجهة إلى اللاذقية، ألا وهي سفينة كاشان، السفينة المعاقبة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، هي وصلت الآن إلى اللاذقية. وهذا هو الذي أثار الكثير من الشكوك حول أن إيران يبدو بأنها عرفت تماما أن الشحنات عبر البر وعبر الجو وكل محاولات المناورات وغيرها بإرسال الأسلحة عن هذا الطريق هي مراقبة بشكل كبير وتستهدف من إسرائيل بشكل هائل، مع معلومات وتشارك للمعلومات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وبالتالي يبدو بأنها أخذت طريق البحار، البحر المتوسط، لتصل مباشرة إلى اللاذقية، لترسل إلى لبنان لتكون ولتقوم بتمويه عالم في عملية إرسال هذه الأسلحة. وبالحديث عن عملية شحنات الأسلحة، كان هنالك تقريرا مرتبط بنفس هذه المسألة مما هو يجري في الداخل الإيراني، نشرت بشكل حصري على وكالة رويترز نقلا عن باحثين أمريكيين، وأكدوا هذه المعلومات 3 مسؤولين إيرانيين لم يصرحوا باسمهم لوكالة رويترز، الذي ذكر هنا ببساطة بأن إيران بدأت بعمليات توسيع لمنشأتين عسكريتين خاصة في صناعة الصواريخ البالستية الإيرانية، بدأت بتوسيعها بشكل هائل بدءا من أغسطس وأكتوبر العام الماضي، أي بعد انتهاء القيود الصاروخية المفروضة عليها ضمن الاتفاقية النووية، انتهت مدة هذا الأمر. وكذلك عندما نتحدث عن أكتوبر يعني بعد 7 أكتوبر وكل ما جرى في 7 أكتوبر. وكذلك تحدثت هذه التفاصيل وهؤلاء المسؤولين أيضا الإيرانيين، أحدهم قال بأن التوسعة تشمل أيضا تصنيع للطائرات المسيرة، وبأن هنالك رغبة مع هذا التوسيع الكبير هو توسيع الإنتاج وزيادة الإنتاج للصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وذلك من أجل نقل هذه الأسلحة في نهاية المطاف إلى من؟ إلى روسيا، لأن روسيا تبحث عن صواريخ وقطع للصواريخ البالستية الرخيصة الثمن لتستخدمها في أوكرانيا بعد اتفاق تحقق بين إيران وروسيا في عام 2022. لكن القيود المرتبطة بالصواريخ والاتفاقية النووية هي التي أبعدت إيران عن إرسال مثل هذه الصواريخ. كان هنالك تقريرا في فبراير من هذا العام تحدثت رويترز من خلاله بأن إيران أرسلت بعض الصواريخ لروسيا، لكن لا أدلة حتى هذه اللحظة عن هذه المسألة. مع ذلك هذا التقرير يتحدث عن توسعة كبيرة للصواريخ، وأيضا أن جزءا من عمليات النقل هي تأتي لنقل الصواريخ لمن؟ لحزب الله اللبناني، ونقل الطائرات المسيرة أيضا لجماعة الحوثي كما تحدثت وكالة رويترز. وكانت هنالك صور من الأقمار الصناعية هي التي تؤكد كلام الباحثين الأمريكيين وكذلك المسؤولين الإيرانيين. كانت هنالك 4 صور قادمة من بلانت لاب هي التي استشهدوا من خلالها بطبيعة هذه المنطقة التي تأتي إلى شرق طهران على مسافة 10 كيلومترات و15 كيلومترا على سبيل المثال. هذا الموقع الذي ترونه، لنتجه إلى اليمين قليلا سترون أن هذا الموقع هو الموقع الذي ركزت عليه وكالة رويترز. أوضحت بأن هنالك توسعة جرت في هذه المنطقة منذ العام الماضي حتى يومنا هذا، ولاحظ هذه الصورة قبل وهذه الصورة بعد، هنا تغير واضح جدا لطبيعة التوسعة لهذه المنطقة المتخصصة بالصواريخ البالستية. وكذلك أيضا هنالك منطقة لا تبعد إلا مسافة بسيطة 4 كيلومترات حتى تصل إليها على بعد 10 كيلومترات إلى شرق طبعا طهران العاصمة الإيرانية، وهذا الموقع من خلاله وجدوا وهو مرتبط بالصواريخ أيضا وصناعة الصواريخ البالستية، اتضح أن هنالك توسعة وإعادة بناء للمباني الموجودة هنا بشكل كبير، ولاحظ هنا قبل ولاحظ هنا بعد كما نشر من هذه الوكالة المهمة وكالة رويترز كما تلاحظون. وتمت الإشارة أيضا من الخبراء الأمريكيين ببساطة بأن هنالك سواترا كما نلاحظ ترابية، وذلك بسبب أن هذه المواقع وهذه المباني
لتتواجد فيها مواد شديدة الانفجار وصواريخ بالستية ومصانع شديدة الانفجار، وبالتالي كهذه السواتر هي تمنع انتقال الانفجار وتصد الانفجار في حالة أن إسرائيل أو عمل تخريبي أو خطأ فني جرى في هذه المنطقة وجرى الانفجار، يبقى الانفجار محدودا نوعا ما في المبنى هنا وهذا الساتر يصده وبالتالي لا ينتقل وتكون هنالك خسائرا كبيرة. ونشروا صورا أخرى أيضا في نفس الوقت لطبيعة هذه البواقع وقالوا أن هنالك توسعة في الأنفاق هنا من خلال هذه المنشأة التي تأتي أيضا إلى شرق طهران، وفي نفس الوقت أيضا أن هنالك 30 مبنى في هذه النقطة قد بنيت أيضا في نفس الموقع الذي نتحدث عنه إذا ما اقتربنا منه. تحدثت وكالة رويترز ببساطة بأن هذه المباني هي مباني للوقود الصلب الخاص بالصواريخ البالستية، مما يوضح أن هنالك توسعة كبيرة من قبل إيران من أجل نقل وشحن الأسلحة باستمرار في الشرق الأوسط وإلى جماعة الحوثي حزب الله على مستوى الشرق الأوسط، وكذلك أيضا في نفس الوقت إلى من خلال إرسالها إلى روسيا.